أكدت مراسلتنا في لبنان أن انفجارا استهدف فجر اليوم دورية للجيش اللبناني قرب بلدة عرسال على الحدود السورية. وأعلن الجيش اللبناني أن 5 من عناصره جرحوا في الهجوم، وسمعت أصوات طلقات نارية وقذائف يطلقها الجيش اللبناني على مسلحين داخل البلدة. وقالت شبكة سوريا مباشر أن طفلة سورية قتلت برصاص الجيش اللبناني في مخيم رأس البراء في منطقة عرسال.